مصيبة مصيبة عمره يخلص بالسجين والله مصيبة عجيبة عجيبة السما ما طاحت عجيبة موسى من ينافسه بالمرتبة أول أهل الصابر ربك رتبه كعظم الغيظ وسليل أهل العيبة الجعفر الصادق هبة وأعظم هبة يا غريب سماحة صاحب الطلة البهية والسماحة فصاحة أبلغ أهل العلم وأصحاب الفصاحة من على الكرار والبضعة سلي ما يشوف الشمس يومك إلا لي من على الكرار والبضعة سلي ما يشوف الشمس يومك إلا لي مصيبة عمره يخلص بالسجن والله مصيبة عجيبة السما ما طاحت على الأرض عجيبة يا موسى ابن جعفر يا غريب يا موسى ابن جعفر غريب تابع أنوار الهيدة لأهل العرب اللي تغل ما مرة تأخر عن فارض سبح الله بكل نفس وبكل نبض والصبر درس لنا لازم ينحفو عقيدة يمتلكها نادرة هاي العقيدة يزيد يمتحن الله رضا ويطلب يزيد الاعتراض على العامر به الجليل ما يشوف الشمس يومك الليل الاعتراض على الامر به الجليل ما يشوف الشمس يومك الليل مصيبة عمره يخلص بالسجن والله مصيبة عجيبة السما ما طاحت على بالصبر أيوب مو مثل صبر مصيبته ما صارت بكل الدهر غايب بسجن الرجيم مو مال ذر وما وصل له لو محبين خبر يا غريب قيوده شاهد على الظلم والغربة قيوده سجوده نعرف بالركعة الطويلة وبسجوده عابد بالسجدة للخالق يطيل ما يشوف الشمس يومك إلا ليل عابد بالسجدة للخالق يطيل ما يشوف الشمس يومك إلا ليل إدارة الإنتاج أحمد السكاوي التوزيع الشبكي سمير الدبي السماء ما طاحت على موسى بن جعفر مطهر بمؤب كاظم الغيظ وصيدق قد هاللقب لا أكل عتراب بس هو الذهب بمصاب نعتيني لآخر رجال نيجي له لو نبين آخر نفس والله نيجي له نشيله نعش فوق قلوب نبع عبره نشيله نرى وافض يرتفع لجل العاويل ما يشوف الشمس يومك إلا ليل نرى وافض يرتفع لجل العاويل ما يشوف الشمس يومك إلا ليل مصيبة عمره يخلص بالسجن والله مصيبة عجيبة السما ما طاحت على